ما بتحترموا انه في مخلوقة نايمة جوا مدفوسة؟ شو ست لبنى؟ الاستحوا مات وخلاص ما عاد في ذوق بنوم؟ وليش هيك عم تعيطي ست ميديا؟ صار لك يومين نايمة بالغرفة ما حدا قارشك، ولا لازم الواحد يحبس حاله بالمنفردة هيك بتنبسطي أكتر؟ شو لك علاقة فيني عم تحاسبيني على نومي؟ إن شاء الله نام شهر، أنتِ ما دخلك فهمانة؟ ومين قال حبيبتي إنه أنا إلي علاقة؟ أنا أحب ما على قلبي إنك تنامي. ما منظلمين عبادي. خلصنا بقى بنات؟ شو صار؟ خلص ميديا؟ روقوا بقى، خلص لبنى. أنا اللي خلص ولا هي اللي خلص؟ مين اللي عم يعمل مشكلة؟ ما شافتيها شلون عم تحكي معي؟ عن جد، عن جد أنا آسفة، الحق علي لأنه أنا ميديا عم بحكي مع وحدة مثلك. على حب النبي ميديا، بلا ما تعملوا مشاكل مع الصباح. شامين؟ شوفي، معقولة ما نكون شامين هالريحة؟ ماني شامة شي أنا. شوفي، ما بعرف. ريحة شي عم يحترق؟ نسيانين شي على الغاز؟ لا حبيبتي، هي ريحة فيوزات اللي احترقوا. لك إذا لساتك شقفة كومبارس، أمك ما بتعرفك وهيك عم تعملي. ما تصيري وتتصوري شو بتعملي؟ يا شايفة حالك؟ كوني بدي أسأل هالزمكل هالمفشلة. أنا الزمكة ولا أنت يا فاضية يا مدعية؟ أنت اللي فاضية ومدعية. لك اسكت اسكتي، إلك أنا روحي روحي. كوني علي اتركوني. روحي خلص حياتك ما بتصير. لك خلصت؟ خلصت بقى أنت وياها. عن جد العيشة معكم صارت ما بتنطق. العمص. مش كني جيت بوقت غير مناسب انا؟ يعني في بالعاده ما تجي غير بوقت غير مناسب. يلا يلا. سلامات صبايا. اهلين. خير ان شاء الله، ايش في؟ ليش هيك صوتكم طالع على برا؟ ما في شيء، بس كنا عم نتدرب على الغنى. ايه. عم تتدرب على الغنى؟ هلا هذا غنى، هذا بعيد هذا. هلا انا بسمعكم احلى اغاني لصباح فخري. يي 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 يي. ايش بقى انسى ليديا؟ ميديا ميديا. ايه ايش بقى انسى ميديا؟ ليش هيك عيونك منفخة وعم تبكي ووجهك متنر؟ ايش في؟ خير ان شاء الله؟ كني اكلتي لك صواب ميكن ولا عم بتمثلي تمثيلية لعندك دور جديد؟ مو بالله؟ اي والله عندها دور جديد. على كل حال انا جبت لكم معي مامونية، امي بعتت لي اياها من حلب وحلفتني 100 يمين و100 عظيم انه ما احط بتمي ولا لقمة قبل ما طعمي جارتنا سميحة منا ما بصير، وكمان رفقات جارتنا كمان. يسلموا ايديك يسلموا ايديك. عندكم ايما؟ سعادي عجبكم هيك؟ فضحتونا فضحتونا. بتعرفي سميحة لازم تسكبي للصبايا، لازم يدوقوا المامونية، لازم يعرفوا ايش قد اكل حلب طيب وكويس. بتعرفي جارتنا سميحة بدي اقول لك شغلة وما تزعلي مني، انا هذا الوضع ما خرج اسكت عليه طاول. ان وضع؟ ما عم بفهم عليك. اين وضع؟ وضع البيت والمشاكل بين البنات. اي والله والله ما تدرى خالته فريده انه انت ساكنه بهذا الجو الملوث اخلاقيا وفكريا، وبتعرف انه انا عرفان وساكت. اي والله 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 لما تعود تحكي معي طاول طاول. لك شو عم تحكي انت؟ البنات رفقاتي ومثل اخواتي وأنا مرتاحة هون. يعني ما تواخذيني بهالكلمة يا جارتنا يا سميحة. أنا ما بقدر إلا أنقل الصورة الحقيقية لحلب عن اللي عم بيصير هون بالشام، لأنه خالته فريدة لما شافتني بحلب ودريت أنه أنا عارفان أنه أنت وين ساكنة أمنتني أمانة الله وقالت لي يا ابني يا قدري الله يرضى عليك ترى سميحة مثل أختك. أنا إيش قلت لها؟ قلت لها ولو مثل أختي وأعز. هي إيش قالت لي؟ قالت لي على راسي. أنا إيش قلت لها بقى؟ طبق ورد. هي إيش قالت لي؟ قالت لي أنت فاستو. هلأ أنت إيش بدك بطولة هالسيرة؟ المهم هلأ بصراحة أنا وضعك هون بهذا البيت ما عاجبني طاول طاول، فما تواخذيني بهالكلمة. بعدين كأنه هذا البيت سمعته مي كويسة. أنا ما بسمح لك تحكي عليهم بهاي الطريقة. البنات مربيات أحسن مني ومنك، بعدين أخلاقهم كتير نظيفة وهن مالهم بالعادة يتخانقوا. مربيات وصواتن وصلاني لآخر الشارع؟ لك إيش بدها تقول العالم والخلق عليكن؟ آه؟ شو بدهن يقولوا؟ عادي سوء تفاهم، هاي أول مرة بيتخانقوا والله. يا ليلى يا حبيبتي لا تجني، بكفي ميديا ولبنى، يعني ما تجني مثلن، أنتي العاقلة. طقت روحي من القعدة بهذا البيت، هذا بيت كوكو مجانين كلياتكم مجانين، كل يوم خناق 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 خناق، الحاجة ما طقت روحي ومعقول. طيب لوين رايحة؟ رايحة صوح بالشوارع، رايحة على الحفا. وانا شو دخلني؟ ان شاء الله بتنضربي منك الى لا الى. انا الحمارة ها؟
قلتي لي مربيات ما؟ جوز اللبنجان؟ ما أسألك؟